من أناس كانوا يعملون مع النظام العسكري، ولكن ليقفوا هذه المرة مع ضمائرهم ومع شعبهم ليكشفوا لنا عن بعض الحقائق وعن وحشية وهمجية النظام الجزائري. الاندبندنت اون ساندي خصصت غلاف ملحقها الثاني لمقال روبرت فيسك الخبير في شؤون الشرق الأوسط، والذي جاء تحت عنوان قتلة بلا وجوه. ويقول فيسك إن الحرب الأهلية في الجزائر حصدت حتى الآن 150 ألف ضحية، وما من نهاية تبدو في الأفق. وأدى هذا إلى طرح أسئلة صعبة حول مرتكبي المذابح الحقيقيين، والإجابات تتراوح بين الاتهامات والافتراضات واعترافات بعض الشهود. الساندي تايمز قالت صراحة في عنوانها إن للجيش علاقة بمذابح الجزائر. مراسل الصحيفة بعث بتقريره من بن طلحة، القرية الواقعة على أطراف العاصمة الجزائرية وعلى مسافة 500 ياردة من معسكر للجيش، ومع ذلك لم يتدخل أفراد الجيش لوقف المذبحة التي راح ضحيتها 227 شخصا من سكان القرية. وروى بعض الناجين للصحافة فظاعة المذبحة التي استمرت نحو 3 ساعات، وكيف أن المهاجمين أخذوا يحطمون أبواب المنازل بالبلطات والفؤوس، فيما كان صراخ النساء والأطفال يصل إلى أسماع الجنود في معسكر الجيش الذي لم يحرك أفراده ساكنا. ونقل مراسل الصحيفة جون فيليبس عن خبراء عسكريين يعملون في الجزائر تفنيدهم لحجج الجيش الجزائري الرسمية بأنه لم يكن في وسعه أن يفعل شيئا، وذلك بسبب زرع الإرهابيين الألغام على الطرق. أما مراسل الساندي تيليغراف فيوجه أصابع الاتهام في الاتجاه ذاته في مقال بعنوان تيار الدم في الجزائر تنتهي خيوطه إلى القوات المسلحة. أما الشهادة الدامغة حقا فهي التي أوردتها الأوبزيرفر لجندي سابق هرب من الجيش ويعيش حاليا في لندن، ويروي كيف أن أعضاء كتيبته أبلغوا في إحدى الأمسيات في يوليو الماضي بأنهم ذاهبون في مهمة خاصة، ونقلوا بالطائرات ثم بالسيارات إلى تل مطلة على قرية. ويقول الجندي كنا حوالي 130 رجلا، وتم حقننا بشيء ما، قيل لنا إنه سيقوينا ويزيدنا شجاعة، وعلمنا لاحقا أنه كان أفيونا. ويروي الجندي السابق كيف أن المجندين أمروا بالبقاء على التل بينما ذهب 25 من الجنود المحترفين إلى القرية، وطلبوا من المجندين عدم التحرك إلا إذا تلقوا إشارة نارية. وبعد ساعتين عاد الجنود من القرية في مظهر مختلف تماما، كانوا يضعون لحا مصطنعة وثيابهم قذرة وقد تعطروا بعطر المسك الذي يستخدمه الإسلاميون عادة. وباختصار كانوا متنكرين بأعضاء الجماعة الإسلامية كما يقول الجندي البالغ من العمر 22 عاما. دي إلي أمر، أعطوني أوامر، وهذه الأوامر هي أن أنقلها شاحنة مدنية وعلى متنها أشخاص مدنيين وهم عسكريون. وتوجهنا من بني مسوس بالذات في جزائر العاصمة إلى في اتجاه بوفاريك ومعالمة، وهناك يوجد دوار مكان ليس أناس فقراء وبسطاء في الجبال هكذا، قرية يعني. نزل قرية ونزل نزلوا الجماعة هم 15 شخص من القوات الخاصة ومعهم جماعة من مكتب الاستخبارات الجزائرية، وذهبوا إلى مكان معين وقتلوا أناس معينين بأسمائهم، عندهم أسماءهم وعندهم كل المعلومات على هؤلاء الأشخاص. كانوا من قبل ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبالفعل منذ 92 كانت الاغتيالات خاصة مقيدة، يجب أن نعمل عمليات خاصة بقتل أشخاص
الأبرياء ليس هم السبب الوحيد في قتلهم، هم أنهم انتموا يوما أو كانوا يوما مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنت مارست القتل بنفسك يا حبيب؟ في هذه العملية أنا أوصلتهم بنفسي إلى 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 إلى, إلى مكان القتل، إلى المكان المعين، وتركتهم يذهبون في اتجاه هذه القرية التي تبعد عن المكان الذي تركتهم فيه حوالي 5 إلى 6 كيلومترات. وبعد 3 ساعات من هذه العملية رجعوا وأرجعتهم كذلك إلى السكنة لكي لا يتعرض لهم أي درك، كانت هناك حواجز للدرك الوطني وللشرطة. كما كنت علاش نقول لك أنا حاضر، ولكن اسمعي.